Merhaba arkadaşlar, Ögere Dil Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün birlikte B2 dil bilgisinden bir kural öğreneceğiz inşallah. Kaidetül yom an zarf fiiller. Kaide saniye bi kavaid المستوى الرابع اللغة التركية الباقي بتحكي عن ظرف الفعل يلي اسمه دكتشا. دكتشا هذا الظرف يا جماعة الخير لشو بيستخدم؟ أول شيء هو ظرف فعل، يعني ظرف فيه، يعني بيدخل على الفعل بيطلع عنه ظرف. إذا عندي فعل بضيف عليه دكتشا بصير ظرف، والظروف كلكم بتعرفوا بتكون ظروف زمنية أو ظروف مكانية. الظروف الزمنية لها معاني زمنية مرتبطة بالزمن، والظروف المكانية لها معاني مكانية مرتبطة بالمكان. طيب هذا الفيل زائد دكتشا هو ظرف شو ولشو بيستخدم؟ خلونا نشوف مع بعضنا البعض. أول شيء عم بيقول بو ظرف فيلر، هذه الظروف الفعلية. سوريكليليك gösterir. Sürekli yani بشكل مستمر. Süreklilik gösterir yani تظهر الاستمرارية. Temel cümledeki fiilin yan cümledeki fiile bağlı olarak sürdüğünü veya yenilendiğini anlatır. تعبر على أن الفعل الثاني مستمر وهو مرتبط استمراره بالفعل الأول. يعني بيكون عندي إكي جملة تربط جملتين مع بعض وهي بمعنى طالما أو كلما. خليني أحكي لكم هيك إياها بالعربي. طالما أنتوا معي رح تتعلموا اللغة التركية بشكل صحيح. طالما عم تحطوا لايك وشير للفيديوهات أنا عم أنشر فيديوهات. طالما أنتوا بخيلين وما عم تحطوا تعليقات وما عم تحطوا لايك وشير رح أعمل ستوب وأحذف الفيديوهات وأحذف القناة وأكسر الدف وأبطل الغني، لأنه أنتوا بخيلين. إذا شوفوا طالما، يعني هو خلينا نعتبره ظرف شرطي، طالما أنتوا منيحين أنا عم أنشر. إذا استمرار عملية النشر مرتبط بالفعل الأول، يعني استمرارية الفعل الثاني مستمرة مرتبطة باستمرارية الفعل الأول. يعني طالما الفعل الأول مستمر الفعل الثاني بيكون مستمر. لما بيتوقف الفعل الأول شو راح يصير بالفعل الثاني؟ أكيد راح يتوقف، مثل ما قلت لكم راح أحذف الفيديوهات وأبطل الغني، أكسر الدف وأبطل الغني. خلونا نشوف مثال لنفهم الموضوع أكثر باللغة التركية. تركيا'da yaşadıkça Türkleri daha iyi anlıyorum. Türkiye'de yaşadıkça هو ظرف. طالما أنا عايش في تركيا تركلري ضها يانليورم عم أفهم الأتراك أكثر. طالما أنا عايش في تركيا تركيا ده يشادكتا تركلري ضها إيه أنليورم. إذا عن الجملة رقم واحد، وين هاد الجملة رقم واحد؟ تركيا ده يشادكتا، هاي رقم واحد اللي فيها فعل صار ظرف بإضافة دكتشا. هون ضفت له دي رباعي ك ش آ. ليش آ مش إيه؟ طبعا الآ يعني ممكن يكون آ ممكن يكون إيه، والدي ممكن يكون دي ممكن يكون دي حسب الفعل. إذا كان آخرته في ستوك جهة بتصير الدي تي، وهي معناها رباعي يعني ممكن تكون أ ممكن تكون إي ممكن تكون أو ممكن تكون أو. توافق رباعي مستوى رابع، وما تعرفوا توافق رباعي ارجعوا على المستوى الاول معناها. تمام، يعني دكتشا ممكن يكون دكتشا ممكن يكون دكتشا ممكن تكون دكتشا ممكن يكون دكتشا، اربع حالات لها. تمام اوكي، ما في داعي نكتب الحالات شو هن. طيب örneklerimize bakalım. örneklerimize bakalım. خلونا نطلع على الامثله تبعونا لنفهم اللاحقه دكتشا بشكل افضل. Türk arkadaşlarımla konuştukça Türkçem ilerliyor. Akit.
لغتك التركية ما راح تتطور بس إذا سمعت دروس أحمد عبد المجيد على اليوتيوب. يتماس نجري كبار تركلار كونوشماك لازم، تركلارلا كونوشماك لازم، ترك أركاداشلارنزلا buluşmak, konuşmak, gezmek, gitmek, gelmek, evden çıkmak, Türk dizileri izlemek, Türk filmleri izlemek. Tabi Türkçeniz ilerliyor. Türk arkadaşlarımla konuştukça talama en bahki ma'rifati el-atrak lugati şu'a bisir fiha عم تتطور. لما راح اوقف تواصل مع الاتراك اللغه التركيه تبعي ما راح تتطور، راح تتراجع. اذا الاول ترك أركاداشلرم لكونوش توكشا طالما عم احكي معهم عم تتطور لغتي اللي هو الفعل الثاني. تمام؟ إذا ترك أركاداشلرم لكونوش توكشا ترك شام إلير ليور، ترك أركاداشلرم لكونوش توكشا ترك شام إلير ليور. İkinci örneklerimize bakalım. İnsanlar yaşlandıkça olgunan olgunlaşıyor. İnsanlar yaşlandıkça yani مع تقدم الأشخاص في العمر şu بصير فيهم بينضجوا olgunlaşıyor. Yani بصير عندهم نضوج. Bursa'ya gittikçe İskender kebap yerim. هون ما عادت طالما بروح على بورصة باكل اسكندر كباب، لا، هون كلما رحت على بورصة باكل اسكندر كباب. تمام؟ كل ما رحت على بورصة باكل اسكندر كباب، يعني بورصة مشهورة بالاسكندر كباب. بورصة يا جتكتشي اسكندر كباب يرم، يرم بمعنى اتناول. طبعا هي عادي صارت عندي انه انا كل ما بروح على بورصة باكل اسكندر كباب. بورصة يا جتكتشي اسكندر كباب يرم، كلما ذهبت إلى بورصة أتناول إسكندر كباب. دوام دليم. هلا عنا أولدوكشا، هلا مش فعل، مش كل الأفعال هون، بس الفعل أول. أول داخل عليه أولدوكشا. شو معنات أولدوكشا؟ خلونا نشوف أولدوكشا. الأولدوكشا ما عاد معناها طالما أو كلما. شو صار معناها؟ الوفرة. لما تدخل على all بصير معناها الوفرة، انه مثلا دون هوا oldukça soğuktu، يعني بارد، بس بارد بارد، يعني بارد بارد بما فيه الكفاية، يعني تدل على الوفرة. اذا دون هوا هوا oldukça soğuktu. تمام. ايضا gittikçe، كلمة gittikçe يعني مع التقدم، يعني كلما تقدمنا جيتكتشي، كلما تقدمنا بصير في شيء جديد، عم نتعلم شيء جديد. مثلا الانسان نار كل ما تقدموا بالعمر بصير عندهم ايضا نضج اكثر. خلينا نشوف مثال اخر. كومشوم جيتكتشي زنجين اوليور، يعني عبيد زنجل، بننام من فيق بنلاقيه متزنجل، بننام من فيق بنلاقيه متزنجل. اذا جيتكتشي زنجين اوليور، يعني جاري يصبح اكثر غنى بمرور الوقت. طبعا هي الجيتكتشي تدلنا على مرور الزمن، ويمكن ان نستخدم بدلا منها جدا جدا. يعني فينا نقول كومشوم جدا جدا زنجين اوليور، وفينا نقول كومشوم جيتكتشي زنجين اوليور، جيتكتشي زنجين اوليور، كومشوم جيتكتشي زنجين اوليور. تمام. خلونا نشوف ظرف اخر اللي هو الفيل زائد ض سرجة. أيضا ض سرجة بيشبه الضكشة، تقريبا نفس المعنى بالنسبة للضكشة. هو أيضا تعطي معنى الاستمرارية، وهي نفس اللاحقة السابقة، وتستخدم مكانها وهي بمعنى طالما أو كلما، وهي تربط بين حدثين أو جملتين فعليتين بمعنى أدق. ايضا تجي بمعنى طالما او كلما. دو سورجي مع الفعل، مثلا اول بنقول اول دو سورجي، جيت جيتي سورجي، ياب يابتي سورجي، جيت جيتي سورجي، اوكو اوكو دو سورجي، وهكذا. هلا نشوف سبور يابتي سورجي ضعيف اولورسون. طبعا هون يابتي دخلت على الانت. سبور يابتي سورجي ضعيف اولورسون، سبور يابتي سورجي ضعيف اولورسون.
İkinci dil öğrenmediğin sürece kolay iş bulamazsın. Yani طالما انت ما عم تحكي اللغة التركية لغة أخرى بشكل جيد İkinci dil öğrenme. Hani attıyla nefi. İzan ana fini أقول fiil zaidı sürece o fini أقول fiil zaid ma أو me dı sürece. Yani menfi. Yani طالما لا تفعل. Mesela ikinci dil öğrenmediğin sürece. Tamam. طيب الدقça كمان فينا نقول olmadıkça طالما لم تفعل طبعا بتصير. بتصير هيك وبتصير مع الـ مع الـ الـ الإيجاب وبتصير مع النفي. طبعا هي باختصار قاعدة درسنا لهذا اليوم، وهيك بنكون وصلنا مع بعضنا البعض لنهاية شرح القاعدة. طبعا شرح القواعد باللغة التركية ما بكفي لحتى الواحد يحكي تركي. طيب شو لازم؟ لازم انت يكون في عندك كورس كامل في تطبيقات كتيرة على هي القاعدة. هذا الكورس لازم يكون تفاعلي اونلاين، لانه اذا بدك تشوفه مسموع ما راح تستفيد شيء. فبنصحك تسجل بدورات معهد اوجاريت التفاعليه. عندنا مستويات تبدا من المستوى صفر وحتى المستوى المتقدم بي كي، وحتى ايضا المستوى المتقدم جابير. طبعا بدوراتنا بيكون الاستاذ والطالب موجودين مع بعضهم البعض لايف بشكل مباشر. عم بيكون في قراءه، عم بيكون في استماع، عم بيكون في تمارين، عم بيكون في حل وظائف، عم بيكون في مشاركه، عم بيكون في اسئله واجوبه، اخذ وعطاء. فبيكون الكورس مثالي، كورس تفاعلي، كورس متميز. طبعا غير لما يكون عندك انت فيديو عم بتشوفه، حتى هذا الفيديو يمكن ما حدا يكمله للاخير، والله يستر. إذا كملت الفيديو للأخير سلخنا لايك وقلنا شو رأيك بالفيديو وشو رأيك بالدرس. وإذا عندك أفكار أو اقتراحات بتحب تقترحها علينا، إن شاء الله نحن بإذن الله بنلبيك، بس اكتب لنا إياها بالتعليقات. يلا جايك درس تاي، قرش روز كان دينيزا شوكي بكنز، هوش شكلن، باي باي.